الفوز الكبير باللاعب الكاتو الذي احرز هدفي المباراه الماضيه. الكاتو كونجراتوليشنز. How was the match? You played very good in Japan, but today Al Hilal did not perform as well. What happened? Thank you very much. Well, I think I have bad luck today in the first half because I missed two goals. But alhamdulillah, Omar make a beautiful goal and we have this important cup for us and for Al Hilal and Saudi Arabia. Congratulations. Thank you very much again. سألت الكاتو عن ماذا لماذا لم يلعب اليوم كما لعب في المباراة الماضية. قال بأنني لم أكن محظوظا وأضعت فرصتين ولكن عوضها عمر الغامدي بالشوط الثاني عندما أحرز الهدف. الكاتو now you have satisfied yourself along Al Hilal. Are you going to continue with Al Hilal? Yes, I'm very happy. I hope take more cups inshallah. And in the next year in the World Cup of Clubs, we have to make that a best word for us. Good luck, thank you. Thank you very much. Bye-bye. أما عن ماذا سيرغب في المستقبل؟ قال أريد أن أكون مع الهلال على طول ونرغب بأن نكون هناك بطولات أخرى. معي نجم حراسة آسيا محمد دعية. محمد ألف مبروك. الله يبارك فيك. محمد لم يؤدي الهلال كما أدى في المباراة الماضية. ما الذي حدث وما هو السبب برأيك؟ أول شيء إحساس الحساسية في المباراة. أعتقد المباراة هذه تهمنا كثير وداخلين بأعصاب مشدودة شوي. وطبعا يوم جاء الهدف أعتقد أنه يعني زاد يعني هبطنا نفسيا صراحة داخل المباراة. لكن الحمد لله يعني الشوط الثاني وبين الشوطين كلمنا المدرب أنه ما في يأس. وطبعا خوف أنه بأي لحظة يسجل اليابانيين الهدف الثاني. لكن الحمد لله يعني قدرنا نرجع للمباراة وقدرنا نجيب هدف التعادل. بعد الهدف أعتقد ملكنا المباراة وكان تسجيل هدف ثاني. لكن ما الله أراد والحمد لله على هذا الفوز. ألف مبروك. الله يبارك فيك. كان معنا محمد الدعية. وكما ترون فرحة الهلال والفرحة الهلالية لا نستطيع معها فعل أي شيء. ولكن سنكمل اللقاءات معي الزميل محمد السقا وسيلتقي مع اللاعب عبد الله سليمان. محمد تفضل. شكرا حسين. ونأسف لهذه الفوضى على أي حال هي خارج نطاق سيطرتنا. عبد الله سليمان اللاعب الذي انتقل حديثا إلى فريق الهلال. عبد الله ألف مبروك البطولة وانتقالك للهلال. وجهك حلو على الهلال ولا الهلال وجه حلو عليك؟ البطولات ستعرفها كثيرة الآن مع الهلال. طبعا الأهلي قلعة الكؤوس ولكن الأهلي مر بفترة سنين عجاف. انطباعك بعدما انتقلت إلى الهلال وتذوقت طعم البطولة والميدالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نقول الحمد لله. الحمد لله على هذا الانتصار وهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. طبعا انتقالي كان للهلال نقلة بالنسبة لي حياتي الرياضية. وطبعا الهلال حقق البطولة هذه ومو قريب على تحقيق البطولات على نادي الهلال. لكن اقول الحمد لله انها كانت فتحة خير بالنسبة لي زي ما يقولوا يعني كان وجه حلو على نادي الهلال وحقق هذه البطولة. وان شاء الله تكون هذه بداية لمزيد من البطولات ان شاء الله الكرة السعودية والكرة ونادي الهلال. عبد الله انت لاعب منتخب كبير بلا شك. ماذا تطمع ان تحقق مع نادي الهلال بعد ما انتقلت اليه الان؟ والله طبعا كل لاعب يتمنى ان يحقق انجازات شخصيه له. انا الحمد لله انجازاتي كانت كثيره بالنسبه لي. وصلت للمنتخب ومنتخب كاس العالم وانا مع نادي السابق النادي الاهلي الذي اتمنى له كل التوفيق. طبعا الان في نادي الهلال طبعا مشاركات تختلف عن مشاركات النادي الاهلي واتمنى برضه التوفيق لي ان شاء الله واستطيع ان احقق معاهم مزيد من البطولات ان شاء الله. عبد الله ماذا تقول لزملائك وللنادي الاهلي الذي ولدت وتربيت وترعرعت فيه ونشات فيه وقدمك الى عالم الكره السعوديه والخليجيه والاسيويه والعالميه؟ والله طبعا بالنادي الاهلي طبعا انا بديت كلاعب من البراعم في النادي الاهلي وترعرعت فيه. من الصعب على الانسان يعني انه ينسى الايام الحلوه الجميله اللي قضاها في النادي الاهلي. اتمنى لهم طبعا اتمنى لاصدقائي هناك التوفيق وان شاء الله ان ربنا يوفقهم ويستطيعوا ان يحققوا الشيء اللي هم يصبوا له ان شاء الله. تمنياتنا لك بالتوفيق مع ناديك الجديد وهذا اول لقاء طبعا لك عبر محطه فضائيه بعدما انتقلت الى الهلال. الحمد لله طبعا على كل حال وهذه بدايه الخير ان شاء الله. تمنياتنا لك بالتوفيق. الله يسلمك شكرا لك. عبد الله سليمان وكما وكعادتها اوربت اي اس بي ان القناه الرياضيه تحقق السبق وتلتقي مع عبد الله سليمان. الامير سعود بن تركي رئيس نادي الهلال الذي ايضا سبق ان التقينا معه كاول محطه فضائيه. سمو الامير الف مبروك والزميل حسين. شكرا ونبارك لكم سمو الامير هذا الفوز الكبير وكاس السوبر الاسيوي اكبر كاس في اكبر قارات العالم. سمو الامير اليوم لم نشاهد الهلال كما شاهدناه في المباراه الماضيه، ما هو السبب برايك؟ أنا في الحقيقة ما كنت أتمنى أشاهد الهلال قد ما كنت أتمنى أشاهد الكأس وإحنا رافعينها. اللهم لك الحمد حقق ما نتمناه. أسعدنا جماهيرنا
سواء الهلالية أو السعودية أو العربية قاطبة. اللهم لك الحمد رفعنا الكأس، وهذا كان شيء بيكون بفضل الله ثم فضل هالجمهور وأعضاء الشرف. اللهم لك الحمد، كأس سعودية وستظل السعودية بإذن الله. سمو الأمير، هل ستتكرر الفرحات الهلالية إن شاء الله؟ أعد الجماهير الهلالية إذا وقفت بجانبنا مثل ما وقفت اليوم ستتكرر مرة وثنتين وثلاثة بإذن الله. الآن وسموكم والهلال يشارك في بطولة العالم للأندية، ماذا تتوقع لهذه البطولة سمو الأمير؟ أتوقع بإذن الله، بإذن الله أنها بتكون فاتحة خير علينا. الهلال بطبيعته فريق عالمي، تمت لها الفرصة الآن مع مقارعة قرناء من الأندية العالمية، وإن شاء الله بيثبت وجوده إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق سمو. شكرا شكرا إن شاء الله. كما تشاهدون لا ندري أين نذهب من المشاهدين ومن المتابعين للهلال وفرحتهم بهذه الليلة، ولكن أعتقد محمد معك ضيف، الزميل محمد السقا ينتظر ضيف لو سمحت. طبعا المعاقين حولنا والميكروفون لا نستطيع حتى سحبه. شكرا محمد. شكرا زين. نواف التميات أحسن لاعب في المباراة. نواف شكرا لك، رجعت من آخر ملعب عشان نسوي هاللقاء معنا، ألف مبروك هذا الفوز الكبير. شعورك انطباعك؟ نواف يتميز دائما بتصريحات مميزة لها علاقة مباشرة بالمباراة وارتباط مباشر بالجماهير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ألف مبروك لجميع السعوديين هذا التأهل لكأس العالم. بارك الخادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمير سمو النائب الثاني الأمير سلطان بن فهد والأمير نواف بن فيصل، وهذه أبسط هدية لنادي يعني من أبناء نادي الهلال إلى وطنهم الغالي تمثيلك. هذه هدية يعني، هذا الفوز ما هو فوز اللاعبين الحاليين ال 11 لاعب، فوز مبارك الناصر، فوز سلطان مناحي، فوز صالح النعيمي، فوز فهد مصيبيح، فوز يوسف ثنيان، سامي الجابر، جميع الأجيال الهلالية اللي احنا في بعض اللاعبين ما لحقنا عليهم كنا نسمع عنهم. وأتذكر في اللحظة هذه يعني أمام عيني اللي في خيالي الآن سمو الأمير عبد الله بن سعد رحمة الله عليه، كنا نتمنى أن يعيش معنا هذه اللحظة. وهذه هدية بسيطة لسمو الأمير عبد الله بن سعد رحمة الله عليه، بذكرى الطيبة رحمة الله عليه. هو اللي يعني كان له وقفات، كان يعني له عمل مع رؤساء اللي جو بعده رحمة الله عليه، والنتيجة العمل هذا ميزة نادي الهلال أنه في ناس مخلصين يعملون بصمت ويعملون والحمد لله اللاعبين، وهذه النتائج اللهم كان. نواف الشوط الأول أرهقتم أعصاب الناس، تجمدت أعصاب الدماء في عروقنا، توقعنا أن تفلت المباراة من يد الهلال. والله نوعا ما كنا متراخين، كان في يعني نمتص حماس الفريق الياباني، كان لنا فرص ايضا ما توفقنا فيها، انا لي فرصه، كاتو له فرصه، ما توفقنا في الشوط الاول. الاهم هو تاهلنا باي مستوى، الاهم هو تاهلنا. اعتقد انه المستوى اديناه في مباراه الذهاب، مباراه اليوم ادينا مستوى كبير في الشوط الثاني، الشوط الاول ما كنا موجودين. نواف هل تعتقد، الف مبروك طبعا بلا شك، نواف بنظره فنيه دقيقه من لاعب يلعب داخل الميدان، هل تعتقد ان الوقت حان الان لتقييم مستوى المدرب بلاتشي؟ بلاتشي يكفي تحقيق البطولات، يعني ولكن إلى الآن ثلاث بطولات أحرزها بفترة وجيزة. هناك من يقول بأنه يحقق البطولات ولكن الفريق لا يقدم مستويات مطلوبة بغض النظر عن الشوط الأول في مباراة الذهاب في اليابان. أعتقد أنه مدرب يلعب حسب إمكانيات اللاعبين الموجودين، ومدرب ذكي، المدرب اللي يلعب حسب إمكانيات اللاعبين الموجودين مدرب ذكي. القادم أحلى إن شاء الله، أمنيات لكم بالتوفيق. ألف مبروك نواف. الله يسلمك نواف التمياط، وها هو ذهب إلى محبيه، وأتمنى من المصور أن يصور نواف الهجوم مؤيد، وهذا وحصلنا على مباركة. عودة للزميل خالد ياسين، خف أن يحدث ما لا يحمد عقبه. شكرا.